الله مجددا مشاهدينا ومتابعينا ومعنا في الاستوديو طبعا من حمام الدار معين البستكي تخصص بالخدع البصريه. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير عساكم من العادين والسالمين ان شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع الوطن العربي بالصحه والسلام والعافيه. عادي اصوات اطفال عم يبكوا. هازنيب يوم اصوات الاطفال عادي، في اطفال وفي فرحه وفي ناس وفي جماعه الحمد لله والشكر يعني دامنا عيد وهذا ونستانس وشي بعد راسي. يا مرحبا بك. الله يخليك. كيف العيد وين عيت؟ والله طويل العمر عيدنا بسرعه دبي، وعقب كانت عندي عروض في قطر. ايه فقدمنا عروضنا في قطر وجيناكم اليوم. انا واصل دبي وطلعنا وياكم في البرنامج، ولي الشرف ولي الفخر دائما ان اكون ضيف معكم في البرنامج. الله يخليك. يعني ام بي سي على راسنا ودائما ولي الشرف. تسلم. طيب شو محضر لنا اليوم؟ ندخل نسوي لكم شيء؟ اي اكيد. زين استاذه علا. استاذه علا انا دائما طالب عمرك في البدايه. علا احنا الكل عارف انه في حولنا طاقات موجوده. اكيد الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه دائما انا بحكي عنها. هاي الحاجه في طاقه ايجابيه وفي طاقه سلبيه، ودائما شنو كنت تحكي فيها بسوي الحركه هاي وياك انت. بس انا طاقتي ايجابيه. الله يخليك. ان شاء الله دائما ان شاء الله. بعرف ناس سلبيين بس ما بدي اكون سلبي. احنا بنرمس على السلبي شوي بثواني وبعدين ان شاء الله بنتخلص منه. اللي بسوي وياك اللي باكي تسوينه ابيك تتذكرين مواقف سلبيه صارت لك، في طاقات سلبيه، واحد لف عليك بالسياره، زعلتي من حد، زمان تخلص من الطاقه هاي السلبيه اللي موجوده عندك، ابيك تجمعينها بس خبريني، تجمعيها اللي عندك صوب صدرك، جمعيها عندي قراص اللي موجود، اخ علي ابغاك تشيك القراص هذا اصلي؟ انا بسم الله الرحمن الرحيم. زين اصلي؟ تسمعون الصوت يا زنيب؟ شوف انا اصلي انا بقول لكم تعرفوني انا دائما بحكي لكم. طول بعمرك. فاللي ابغاك تسوينه ابيك تجمعين الطاقه السلبيه اللي عندك اللي نبغى نتخلص منها ان شاء الله وما ترجع لك، ما تكون في طاقه سلبيه موجوده عندك، تجمعيها هني صوب صدرك. اوكي جايه. طيب ابيك تاخذين نفس شهيق شهيق. ابيك هذا لحظه. اوكي يلا خلاص عن جد. يلا يلا براحة. شهيق ابيك تكبين كانك قاعد ترسلي الطاقه السلبيه في الجلاس هذا زفير. ايوه مو مشكله. بس حيضحكوا علي. برايك. طيب اوكي يعني. اوكي شهيق طاقه سلبيه ترسلي لها في الجلاس. زفير اخذنا الجلاس كانت في طاقه سلبيه موجوده عندك، في طاقه. طيب. موجوده هنا عندي بحرك وبيجي في الثواني. كنت افكر اذا عرفت. زين عند الجلاس موجود على الطاوله اللي موجوده قدامكم استاذ وعلى، احنا قلنا لما تخلص بالطاقه السلبيه اللي موجوده عندك اللي ابغاك تسوينه ابيك تسوين الجلاس هناك. شوف الجلاس، ركزي على الجلاس. كأن الطاقة السلبية اللي قاعد تطلع من عندك كمسدس، مسدس قاعد يتوجه للجلاس، للجلاس. على أنا برمي يعني بدك يعني أتخيلها هي هدف؟ تخيليها وقاعدين ترسلين الطاقة السلبية للجلاس. أوكي. ركزي عليها، ركزي عليها، ركزي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا هي بطلت خدعة بصرية. كيف كسرتها؟ انت كسرتي هاي الطاقه السلبيه طلعت منك غير الجلاس. طيب اللي بعمركم داخلت البنايه يا جماعه الخير. انا كسرتها؟ لا انت كسرتها. علا كسرت الجلاس. انت كسرتها. نعمل لكم حركه ثانيه ولا تهديني شوي؟ شوف عم برجف انا صرت بدك ترجف البنايه ابن الحلال. اسلم علي. استهدي بالله استهدي بالله وروق. زين احنا بنسوي حركه ثانيه يلا، ولكن بعد شويه بنسوي حركه دام انه عيد. دام انه عيد احيانا الواحد شو يسوي؟ قريتي وردك ولا ما قريتي؟ يعني قرات. انا كم مره اقول لك اقري وردك ما تسمعي الكلام؟ انت يعني ما بتخاف انت يعني؟ مو ما اخاف لما لا لحظه 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 لما الواحد يشوف جني هيك فجاه ما راح. صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. لما تقرا وردك ما راح يضرك صح ولا لا؟ كلامي صح ولا لا يا معي؟ ما عرفناش بس يعني ما طيب اسلم اسلم ما عليك ما عليك. اخوي احنا في عيد واحيانا على اخر الشهر شو نسوي؟ وعلا جابت العيد. احنا على احيانا على اخر الشهر الواحد ينزنق، نزل معاشك خلص معاشك قبل نهايه الشهر، وفي العيد يجونك الصغاريه يطلبون عيديه وانت قاعد منزلك ولازم تتصرف. فشو قررت اسوي انا؟ كوني لاعب خفه وتشوفون الجهاز هذا بارك لي قدامكم، قررت اني اسوي لي اي تي ام ماشين في البيت. اي تي ام ماشين؟ جهاز اي تي ام ماشين في البيت و
نشوف الظاهر بيصير في سطو على هذا، بنحط الهاشتاج الراتب ما يكفي حاجه. ممكن. فالله يسلمك. اللي بنسوي ايه ان اباك تركز معي. مركزين والله مركزين. زين دعوه فيها، في عندك اوراق موجوده هي. الناس كلها بتركز مو من الحاليه، دام انه فلوس. اباك تشوف الورقه هاي، هل الورقه هاي اصليه ورقه عاديه؟ انا اشوف. الله الله بالزرق، ترى احب ال 500 اول الامر كله تباب نطلع. اوكي. صح؟ ورقه ترى مو كاس عندك سرينا بعد. زين ورقه عاديه، ركز معي. ورقه عاديه، لو الكاميرا تاخذ الجهاز الورقه هاي طلع على الكاميرا ترى يا خلاص قاعد يطلعونها. ايه شوف الجهاز، بس نزل يدك الثانيه لانها ايوه هي طلع على الكاميرا الحين. شوفني ايوه، دخلنا الورقه لفيناها. لو تركز معي ركز معي. ايه ركز معي. لا اسمع، بس ما اتفقنا على كذا يا معين، انا قايل لك 500 مو 10. طول ما نبدا شوي شوي لكم. استاذ علاء شيء كذا عديت يعني؟ لا انت اكثر هاي من هاي تستاهلين. اخاف تروحي تحاسبين فيها تكونك مع علباتك. ورقه شيكت عليها، تبين شيكت عليها استاذ علاء؟ عشان لا خليها الأدية. لا والله بنغدي فيها الشباب اللي موجودين. لا لا العشره، لانه اذا طلعت 500 انا اللي باخذها. لك ال 500 لك ال 500. دخلنا الورقه شوفونها. هذه 50. بس تأكد للمشاهدين أنها أصلية، يعني إحنا ما قاعدين نقول إنه فلوس لا مزورة ولا إنه هي ورق. أخاف البنك المركزي الإماراتي يتلوننا مع رقابه. والله بالحين بس كل ما هذا نختفي من عندهم. شايفين هذه 50. 50 بعد ال 50 خذيها. أنا أدور الزرقاء يا ابن حلال. هذه عندك كاميرا تاخذها، بس تأكد للمشاهدين إن في ورقة عادية قاعد تدخل. هذه مية يعني. طب وين تروح البراءة؟ أنت كنا بطلع جداد يعني، شوفوا ولا جديدة بعيد. فلوس العيد كانت أمي دائما تقول عليها يا بالعيد، كانت أمي دائما تقول إنه يعني العيديات بجيبوها يعني من البنك المصاري، إنه تقص رقبة العصفور قد ما هي جديدة يعني بتجرح. علي انت طلبت كفكم بامثال. طلبت 500 انت اخي عزيز وغالي، واحنا ما نرد نطول بعمرك. صار معك 150 160 160 انا عندي بعد. احنا ما بنطول دام انه اخوي طلب. احنا بنطلع له الزرقه وهاي لك طول بعمرك. يا عيني عليك يا هلا بك يا مرحبا يا جماعه الخير. اي يا جماعه الخير، ما هو اللي ذكر مثل حظ الاخرين بس قبلها. هذا شارع، هذا شارع يا جماعة الخير. طول بعمرك. ها هذه 500. الله لا يهينك، الله يخليك. يستاهل يستاهل طول عمرك. والجهاز هاي والجهاز هذا اللي باب مليون دولار على الويب سايت عندي قاعد ابيعه، يعني ممكن ابيعكم. الله 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 الله، حتى بيطلعون فيها ملايين انتم منها. بس هاي خدعة بصرية اكيد. هي كلها خدعة بصرية، احنا ما ندعي. ليش ليش معين احنا بنركز على انها خدعة بصرية؟ لانه بعض الناس ممكن يتكلم على اساس انه ايش؟ على اساس انه احنا ممكن نخدع الناس او مثلا نوهمهم او كذا. إيه او حتى ناس الحين ممكن تروح تدور هالمشين، ترى والله ما تدري. ما إيه والله الناس هي رقبتهم على طقه عصي عليكم يدورون هالمشين، يلا بنروح نطلع فلوس ونطلع فلوس منها. بس ان هي يا جماعه الخير ترى هذه والله خدع، هيك والله خدع. طول بعمركم هي كلها خدع. احنا دائما ناكد على الموضوع هذا ان هي خدع بصريه، احنا ما عندنا اي قوه خارقه، لا ان ممكن نسوي المستحيلات. احنا فنانين زين نؤدي امور كلها خدع بصريه. الله يعطيك العافيه. عندنا واحده ثانيه نسوي لكم ولا فقره ثانيه؟ مره ثانيه في الحلقه، لانه يمكن المفروض عندنا فقره. جهزها جهزها يا طويل العمر عشان ناخذها. جاهزين طويل العمر. شحابه تسلم. حاضرين. الله يسلمكم يا مرحبا. يعطيك العافيه. الله يخليك. الان نعود لمعين البستكي المتخصص في العاب الخفه والخدع البصريه. انت قلتي انه الطاقه السلبيه رجعت لها قبل شوي، قالت رجعت لها. راح يجيبوها عند لا تعالي تعالي. يا مرحبا وسهلا فيكم. تعال احنا بنجرب شيء مع الاستاذ علي، عقب مع الاستاذ علي. لا ليش بجرب مع علي؟ عشان انا لا طول بعمرك. اول شيء معك هي خافت ترى، ترى للامانه بنبدا مع الاستاذ علي قبل. احنا ما بنسوي شيء يجي مع الفيديو. يعني انا اللي اخليك ما تخافين يعني. طول بعمرك. اللي اباك تسوي اخوي علي. احنا الاردنيه ما بنخاف. لحظه 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 ازنير ماني هاب الموت حنا ازنير ازنير سمعتني؟ علا قبل شوي قالت احنا الاردنيين ما نخاف. انا مالي على، خلي الاردن على جنب وخلي اي دوله ثانيه على جنب. اوكي ابغى اعرف شغله واحده. ايش اذا علا ما تخاف
النطة اللي سوتها هذه ولا نطة فيليكس اللي قبل شوي. أنا نطيت من طيارة. أيوة أنا بخاف من أمور معينة. أول ما أخوي علي أساس أنا ما ناخذ وعد من وقتك. بمشيها عودة فيليكس ولا تسألي. عندنا أربع عصاير موجودة قدامكم. المشاهدين قاعد يشوفون. في اللي هي الأبل جوس. في عندنا السي اللي كوكا كولا. عندنا ال اللي هي ليمون جوس. وعندنا الاو اللي هي الاورنج جوس. بنجرب شيء وياكم وبشوفونا مشاهدينا. اباك تشوف هل انا ممكن اشوف عن طريق البلايند فولد هذا؟ لا مستحيل طبعا. زين مثل حقه الطيارات هسه بقول عليك اللي حق الرقاد يوم انه بتحطه وترقد. ترقاد انا بلبسها؟ لا لا انا بلبسها. فكرت. لا انت ما انت اوريدي سوينا اللي فيه. بقول يعني اللي فيه اكتفاءك. اوكي تمام. زين اكيد تستاهل. اللي بسويك اخوي علي انا بكون واقف بعيد ولا انا بشوف الشاشات اللي موجوده وبحاول احط البلايند فولد علي بثواني. اللي بنسويه بثواني. ما شاء الله طويل اللي بعد عنك. طول بعمرك. لا اله الا الله. ما شاء الله اول كلمه. اللي بسوي طيب. بحط البلايند فولد وبطلب منك بدقائق انك تاخذ عصير من العصائر الموجوده وتشرب منها شويه. وانا ما قاعد اشوف بلايند فولد قاعد اشوف بعيد بحاول اخمن لو اقدر العصير اللي انت اخترته وشربت منه شويه. وبعدين بنجرب الشيء الثاني وانت واقفين هنا. اوكي ثواني. المشكله ما انا بايع عصائر. شوف لك ولا. يلا اخوي علي سام عندك اربع عصائر موجوده. في الابل جوس، في الكوكا كولا، في الليمون جوس، وفي الاورنج جوس. اللي بطلبه منك انك تاخذ عصير من العصائر وتشرب منها شويه. عصير من العصائر واشرب منها شويه. مشروب من المشروبات. لا اله الا الله. الوضع براقب. انا نسيت وش اللي صارت العصائر. في ابل جوس، في كوكا كولا، في ليمون جوس، وفي اورنج. ليمون اورنج. لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شربت. هتحطه على الطاوله؟ ايه. العصير اللي شربه اللي خلي انا خلي وانا ما قاعد اشوف بلاند فود عيوني. ابل جوس، اتاكد لي ابل جوس. بسم الله الرحمن الرحيم. ابل جوس اوكي. اباك تاخذ جلاس ثاني غير اللي شربته. عصير من المشروبات الثانيه تاخذها وتشرب منها شويه اشوف لو انا ممكن اخمن واعرف هل انه اخذ عصير ثاني يعني غير اللي اخذته. ايوه شايف. بنسوي حركه ولا اي واحد اخذها؟ اي واحد تشرب منها شويه. خدت عصير ثاني. نزل على الطاوله. اللي شربته اول واحد كان ابل جوس، هالمره اورنج جوس. اكد لي بس اورنج جوس. اورنج جوس اورنج جوس. اباك اللي اباك تسوي اباك في ستيكرات موجوده على الاربع قلاصات. تشيل الاستيكرات منها من القلاصات. كلها كل الاستيكرات اساس ان لا انا ولا انت ولا المشاهدين يعرفون العصائر اللي موجوده على هذا. وتاخذ الاستيكرات وتفرها على الارض. نستغنى منهم. الاستيكرات كلها اشيلها يعني؟ شيلها وفرها على الارض. افرها على الارض. فرها يعني ارميها. رميتها. اباك تغير اماكن القلاصات. كان عندنا اربع قلاصات، اربع عصائر ابل جوس. مدرسه المشاغبين يعني. عندك ابل جوس، عندك كوكا كولا، عندك ليمون جوس، عندك اورنج جوس. تغير اماكنهم، تمكس اماكنهم على اساس ما اعرف لا انا ولا المشاهدين لو حد قال لي حد قاعد يخبرني. اي عصير في اي مكان موجود. عندك اربع قلاصات. يلا مكست اماكنهم. مكست. اوكي اباك تاخذ واحده من الاربعه اللي موجوده. واحده من الاربعه تشرب منها شويه. اي واحده اخذ. ابتلشت المشكله ما ادري وشو. يلا خذ. يلا شربت منها شويه. لحظه خلها في ايدك بس، خلها في ايدك، شرب منها شويه. خلها في ايدك، اللي وياك الحين، اللي في ايدك حاليا كوكا كولا، في عندك قلاصات شفافه هناك، اباك تاخذ وضح من واحده منها تتم. شلون شلون شلون؟ كوكا كولا اللي معك؟ ايه ايوه، في عندك اربع قلاصات شفافه حذاها؟ ايه خذ واحده منها، اباك تفضل لي القلاص اللي في ايدك، في القلاص الشفاف عشان ناكد للمشاهدين ان الكوكا كولا اللي في ايدك اسوي فيها ايش؟ معن؟ تمزرها؟ احط الكوكا كولا في الجلاس. جلاس شفاف بس اساس ناكد للمشاهدين اللي معاه كوكا كولا وتخميني كان صح. صح الكلام؟ صح صح؟ هذا هو كوكا كولا. بس ان ناكد للمشاهدين كمان ان كل العصائر مختلفه وانا ما كان في اي طريقه تفضل انا ممكن اعرف هذا الابل. هذا وش هذا؟ نسيت. ليمون. هذا الليمون. يعني حطهم بكاساتهم عشان ما يصير. وما قصرت. انت ما
بخدعة بصرية. صمم على هذا الكلام. هي خدعة بصرية مثل ما قلنا من الأول. ما استعبدكم الحركة. يعني جد يعني كيف قدرت تشوف من بعيد؟ في عندنا فرصة نعمل واحدة شيء من الأشياء مع الأستاذة علا ولا لا؟ استلمها. استلمها. أنا ما أنا أرجع لل. ما عندنا وقت. أرجع للجلسة يا. ما عندنا. هي ما عندها وقت تقول. صح؟ عندنا وقت. خلصنا. لا عندكم وقت. خلصنا. خلص الوقت. يعني بس بصراحة بصراحة يعني هاي يمكن حد إحساس كيف يعني ما. هي من الأشياء اللي أنا أحاول أتخصص فيه زيادة هي قراءة التفكير. أنك أنت ما قاعد تشوف ولكن قاعد تعرف تخمن الأشياء اللي قاعد تصير حولك أو أنك تأثر على أشياء البعد. ولو أنا جيتكم مثلا وسويت لهم سوالف بالكتشينة أو بالورق ما بتنبهر. هي أنك تسوي أشياء في ألعاب الخفة تكون قريبة من السحر الأصلي ولكن كونها ألعاب خفة. الله يبعد عن الناس. أكيد أكيد وهي ألعاب خفة. بس نأكد للمشاهدين مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم تحية لمعين البسكي. شكرا لك. شكرا لوجودك. شكرا لك. شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا أخوي. يا هلا بك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. مرحبا. يلا شكرا. باي باي. جماعة أنا مش فاهمة كيف. طب كيف شافهم؟ هي رح أوقع. كيف شافهم؟ كيف شافهم عن جد؟ كيف شافهم علي؟ وكيف؟ مو بلازم تصدقين. مشي الموضوع. فضول أنا ما يعني مش عارف شو رح يصير معي الموضوع هذا. الفضول. وفي رواية يقول لك الشرافة. خد خد هال شو؟ معين البستكي وبس. خوفني وحكالي إنه هي خدعة بصرية وأنا ما زلت أأمل إنها خدعة بصرية لكنه دائما طبعا بشوكنا وبعيشنا روح المغامرة وروح الإثارة هيك والتشويق على الهواء وخلف الهواء ما شاء الله عليه. وللهلأ ما كشفته بس رح يجي يوم وأكشف لكم شو قصة هالخدعة البصرية. بستكي وبس.